التشغيل محلي او مركزي. انا عندي هنا تشغيل محلي ولا مركزي. انا هنا حتى بيقول لي ان التشغيل محلي يعني بيظهر لي على اللوحه في البدايه خالص اول ما بفتحها واشتغل يقول لي ان هي اللوحه محلي خلاص. طيب لو التشغيل مركزي بيقول لي برضو ان اللوحه تشغيل ايه مركزي. فبالتالي ما بقدرش ادى اي امر او اي اوردر يتنفذ على اللوحه بتاعتي. مقدرش. يعني انت حاليا شغال مركزي؟ لا حاليا شغال محلي. شغال محلي عايز اقدر اتحكم في الاشاره لو هي مركز. اقدر افتح واعد طريقه. طب انا عايز مركزي. انا عايز اخش من التحويله دي للتحويله دي. عايز اخزن قطر. عايز تخزن قطر. هل غير بقى انا الطريق المعد ده بقوم جايب هنا على ده كده كليك يروح ظاهر لي هنا قايمه في فك طريق معايا حضرتك فك وفك طريق خطر. فك طريق بختار فك طريق لما يكون مفيش لا اقتراب انشغل ولا طريق نفسه انشغل بقطر او بعطل فبفك طريق عادي خلاص بيتفك عادي بدون زمن معايا بيتفك بدون زمن على طول نفس وبالتالي كلمه نفس وبعدين تم ارسال الامر وامر مقبول فبالتالي اتفك الطريق يعني اقدر اعد طريق تاني. تمام بالظبط. احنا نبدا نخزن قطر يعني هنبدا نخزن القطر داخل هياخدها على التحويله دي القطر داخل هاخد من كليك على سيمافور دخول اسمه سيمافور دخول وكليك على سيمافور الخروج وبيظهر لي هنا كلمه طوالي ولا منوره. ليه؟ لان انا على مخزن. طبعا. هل انا هجيب قطر هنا واعمل منوره ولا هجيب قطر وامشي طوالي؟ طوالي. فانا هختار طوالي مره وهختارها اجرب لحضرتك مره منوره وبعدين بختار نفذ بيقول تم ارسال الامر وامر مقبول. لو هو صح هيقول له امر مقبول لو هو خطا هيقول له امر مرفوض. حضرتك التحويله اتحولت الاول وبعدين الترباس جه عليها اللي هو باللون الازرق وبعدين الطريق طلع باللون الاخضر اهو والسيمافور ده فتح كده يعتبر صرحت له ان هو يخش المخزن. بالظبط كده. تمام خلاص. انا بالتالي لما هعمل منوره خلي بالك دي اول نقطه ان انا مش هقدر اعد بقى طريق من هنا لهنا. ليه؟ لان دي اسمها منطقه اوفرلاب. تمام خلاص ما ينفعش اعد طريق معاكس خلاص. اما اجي هنا هلغي الطريق ده هعمل برضو كليك على سيمافور الخروج. لا لو انا هخرجه الاول القطر هخرجه هقوم واخد من هنا كده طبعا مش هقدر اخرجه. ليه؟ لان التحويله دي متربسه. تمام. وطالما متربسه ما اقدرش اعد على طريق على تحويله ايه متربسه. تمام. لا هتتحول وعشان تتحول هي تربسه خلاص. خلاص فهنا لازم الغي الطريق واحول التحويله دي الاول. تمام. هتحولها ازاي بقى؟ يبقى لا هلغي الطريق الاول. تمام. ما ينفعش احولها لانها متربسه. تمام خلاص. هلغي الطريق ده مع السيمافور ده. هلغي الطريق الاول ده وبعدين اجيب السيمافور ده مع السيمافور ده. تمام. هلغي الطريق ده كده بقول له فك طريق اهوت من تحت وبقول له نفذ مع حضرتك. تمام. هيلغي الطريق وعندما لغى الطريق اقوم احول التحويله الاول اعدل الطريق من هنا لهنا خلاص كده واقول له نفذ ماشي وبعدين اعد الطريق من هنا لهنا التحويله متحوله لها زي هي طريقه شكوت تتحول اوتوماتيك مع اعداد الطريق وبعدين اقول له طوالي اهو واقول له نفذ. طيب تحول دلوقتي تبقى خضراء؟ هي خلاص بقى بقى طريقة لا السيمافور مد اصفر صح؟ مد لا هنا مدي عدسه مزلقان عشان مزلقان عطلان عشان لا عشان مفتوح. طب امتى هيشتغل؟ لما القطر يكون في الاقتراب هنا القطر يجي في الاقتراب او في الاقتراب على بعد اربع سيمافورات وترك معايا حضرتك اربع سيمافورات يعني هدد سيمافور اثنين في اتجاه المسير ثلاثه الرابع وايه والترك اللي بعده مجرد ان القطر جه هنا في المسافه دي بيبتدي المزلقان ايه يشتغل قفل يوم السيمافور ده فاتح ما قفلش لسه يبقى افضل سنكور دي بيديله عدسه اللي هي بيان عطل مزلقان. تمام. هتشرف بحضرتك طيب؟ هتشرف بحضرتك. شعبان امين رئيس فنيين ومحاضر بمعهد الورده.